السلام عليكم ورحمة الله. يوتيوب صحيتو؟ واش راكم صافا لاباس؟ هيا نكملو الفيديوهات هادوك تاع الصيانة، هيا نكملو وتهلاو ديرونا جامة، حميونا البندير، راه ديرونا جامة شجعونا، يعطيكم الخير. بون باش نكونو يعني بلو كلير، على هنايا صباح قلت في الفيديو 10 سنتيمات، مكاش 10 سنتيمات من هنا شاف دارلك الثقب الأول والثاني والثالث، في حالة ما إذا وقع فيضان وتسرب قوي جدا جدا باش الطوموبيل ما تتقارش، ما تتعمرش بالماء، البيبان ما يتعمرش بالماء. إذا كان هذا مبوشي هذا حماية، إذا كان هذا مبوشي هذا حماية. بصح المشكل أن الحماية راهي أون دوزيام إيطاب، هنايا أون دوزيام إيطاب، باسكو من بعد الماء يقعد معمر منا حتى لهنا أسو نيفو، وماشي مليح على هاد لابارتي كامل اون لونيير حتى الطرف تاع الباب الملهاه ماشي مليح عليها. وشوف وين دار لك ليفاكواسيون، المهندس اللي صمم سياره سيزوكي شوف وين دار لك، دار لك خارج جوان، يحب يقول التسربات اذا تبوشه هذا تكون خارج لابيتاكل، هذا من الداخل لابيتاكل. وكان دارهم هنايا يلوفوا لي لك داخل لابيتاكل، بصح دارهم وراء جوان، يحب يقول دارهم خارج لابيتاكل لحمايه للابيتاكل. هاي نضربو دوراني نحوس على واحد الحساس الهواء، على باليش نحوس عليه باش نعرف برك يعني ماشي عندي. نوري لكم الحساس لا تمبيراتور، الحساس تاع الماء المبرد، الحساس تاع الماء المبرد هاوليك، هذا هو، هذا هو الحساس تاع الماء المبرد، هذا هو الحساس. المرة الجاية إذا نظفتو نوري لكم فيها جوان طوريك، تفتح تنقيه ولا تبدلو ولا وتعاود تغلقو، فيه جوان طوريك ما فيه حتى خطورة، وجدلو برك جوان طوريك جديد نهار اللي تعول باش تنقيه، وجدلو جوان طوريك جديد وبدلو. قلنا هذا حساس لا تمبيراتور تاع ماء الرادياتور تاع الغلاسيور، ماشي الماء تاع الغلاسيور. دونك قاعد الحساس الحرارة، حساس الهواء، ما عنديش معلومة وين جاي، نكمل ندير لا روشيرش وين جاي حساس الهواء اللي يخدم مع الكمبيوتر، هو يعطي باش يعطيه حساب كمية الوقود المتدفقة بالتوازن مع الهواء. ما عرفتش وين جاي هذا حساس الهواء، ما عرفتش مكانو وين جاي هاد الأنبوب هذا، وين هو رايح داخل الموتور. ديمونطيو هادي المرة الجاية ونشوفو نحوسو عليه حتى نصيبو، ولا عندو معلومة ينفعنا بها حساس الهواء وين جاي المكان تاعو في الزان. شفت فيديو بصح فيديو تاع مالوتي لاويسون، هذا حساس الماء، حساس لا تمبيراتور تاع الماء، ماء الرادياتور ماشي الهواء. الهواء راهو شو وين راهو مخبي هنايا وين ما على باليش، يمشي مع الأنظمة تاع دخول الهواء. هيا من بعد السلام عليكم، اتهلاو كليكي منا جامي اذا عجبكم هاد النوع من الفيديوهات. وحبيبنا اللي قلت لي انت يا الموتور تاعك مسخ، درنا ديجا الدرس من قبل ما تقول لي انت الموتور تاعك مسخ. انا من الناس اللي نخلي الموتور تاعي مسخ باسكو لي زانجينيور اون ميكانيك يقول لك لو موتور لي ميو بروتيجي افيك سي غراس اي سي بوسيير، فهمتني. انا السياره تاعي هذه جبتها في 2005، الى يومنا هذا عمري ما غسلت المحرك صافا هكذا، عمري ما غسلته وما نغسلوش، ما نغسلوش باسكو عندي ثقه كبيره في زانجينيور والمصممين اللي صنعوا السياره. عندك كاينه حاجه صحراء مغبر، مغبر بزاف، من بعد نحكم شيتا بروسا ومنديل وبالنفس تاعك نضربو بالنفس، نحيلو كامل هذا الكيمول هذا تاع لابوسيير هنايا، ما كاين حتى مشكل، صحراء مغبر بزاف بزاف. ايه سلامتي امان الله.